بلالور بيوتي دكتورز هو مركز تجميلي بضم مجموعة من أطباء أخصائيين في جراحة التجميل، زراعة الشعر، الأمراض الجلدية وعلاجها، وأيضاً خبراء في مجال التغذية، العناية بالبشرة والريلوكينج. تأسست شركة بلالور بلبنان سنة 2012 على يد رجل أعمال فرنسي لبناني الأصل، دخل على مجال التجميل مع تأسيس المركز الطبي الفرنسي أو الفرنش ميديكال سنتر للجراحة التجميلية سنة 1993، بالتعاون مع أكبر جراحي التجميل وزراعة الشعر الفرنسيين بذلك الوقت. انتقل المركز إلى لبنان بال 2012 ونقل معه خبرة 21 سنة من فرنسا، وغير اسم المركز إلى بلالور لأنه أضاف إلى فريقه أطباء جلد وغذاء وأخصائيين تجميل أصحاب خبرة وشهرة. الخدمات الجديدة بتتضمن الحقن بالبوتوكس والفيلرز، الليزر للسكن ريجوفينيشن، الليزر للهير ريموفل، معالجة وتخفيف الدهون والسلوليت، الميك اب تاتو، وغيرها من الخدمات اللي بتخلي اسم بلالور يعني فعلياً مظهر جميل أو طلة حلوة. كتار من الأشخاص بيناتكن عملوا دايت كتير ويمكن عم يعملوا دايت كمان، والنتيجة واحدة والطموح واحد، هو إنه نوصل للوزن المثالي. أولاً بدي أتعرف أنا وهيدا الشخص على المشاكل يلي عم بيواجهها لحتى عم بياخد وزن. هل يا ترى هي مشاكل صحية؟ هي مشاكل هرمونات؟ هي مشاكل بالأكل؟ بيحب الأكل كتير؟ هو للإشياء من خلال كيستيو أليمنتير بتكون بنقدر نتعرف على الأليمنتري هابتس للشخص اللي عم يعمل الدايت. تاني مرحلة هي البودي كومبوزيشن تيست يلي بتقلنا قدي الوزن الشخص يلي عنده إياه، وأيضا شو الوزن المثالي أو الوزن الصحي يلي لازم يوصل لقله. هو تيست سريع بياخد أقل من دقيقة وقت وبيساعد لحتى نقدر نعرف تقسيم الجسم، يعني بيعطيني قدي نسبة الدهون، قدي نسبة العضل، قدي نسبة المي بالجسم. كالوريميتر تيست أو اندايركت كالوريميتر هو التيست اللي بيقدر يقلنا قدي الراستنج ميتابوليك ريت، بيكون الشخص مرتاح على الشاريو عم يتنفس من خلال ماشين تنحط بالفم. إذا بتهمكم صحتكم وبهمكم جسمكم لازم تخلوني ساعدكم من خلال المعدات المتطورة يلي عنا إياها ببلالور كلينيك، لأنه جسمكم مهم ومنعرف كلنا أنه العقل السليم بالجسم السليم. كتار من الستات وحتى من الرجال عندهم مفهوم خاطئ عن شيء اسمه بوتوكس. البوتوكس ما هو إلا بروتين مستخرج من بكتيريا اسمها كلوستريديوم. كتير مهم إنه الطبيب يقعد مع المريض ويفسر قبل ما يقوم بهيك إجراء، لأنه إذا التجاعيد موجودة من دون أي تعابير ما حتكون النتيجة مرضية. البوتوكس بيداين بين الأربعة والست أشهر حسب المريضة، إجمالاً أقل عند المدخنين. بالنسبة للإفكت تبعه ببلش يبين باليوم الرابع وبيضلوا يشد لحديث الأسبوعين، منشان هيك يفضل إنه المريضة ترجع بعد أسبوعين منشان إجراء أي روتوش. بالنسبة للفيلر، الفيلر هو مادة اسمها هايلورونيك أسيد بيتم حقنها بالوجه خصوصا منطقة الخدود الشفاف والكونتور تبع الوجه، بتساعدنا لتعويض بعض الفوليوم اللي بنخسره مع مرور الزمن. بالنسبة للشرايين الشعروية اللي بتبين بالإجرين عند الستات وعند الرجال، صار في عنا حل اسمه اندياج ليزر. تنعمل عدة جلسات إجمالاً بين 4 و5 جلسات كل شهرين ونص، وهي كافية إنه تخلصنا من الشرايين. كثرة التعرض للشمس إلى أثار جانبية كبيرة، منها البقع السوداء اللي بتشبه النمش بس على كبير. هيدي صار في إلها حل عبر ماشين اسمها لايم لايت. لايم لايت تنعمل عدة جلسات وهي كافية إنه تخلصنا من جزء كبير من هيدي البقع. أما الاستعمال الثالث لهيدي الماشين فهو لإطفاء رونق خاص لكل الستات أو الصبايا اللي بيطلبوا إكلاء بالوجه. أكيد في كتير أشخاص منشوفها كل يوم بالعيادة جايين يهتموا شوي يحسنوا بشرتهم، ما عندهم مشاكل جدية بنوع خاص، وبلالور بتأملنا السيتاب الأحسن تا نهتم فيهم. في أمراض العلاقة بتساقط الشعر ما بيكون عندها علاج طبي، ونحن بالنهاية بنكون مضطرين إلى القيام بزراعة الشعر، وبما أنه فريق اللي بيقوم بزراعة الشعر ببلالور على درجة كتير عالية من الاحتراف، هالشي بيأمن لي محل أنه نبعث لهم بكل أمان يقوموا بهالعمل الجراحي البسيط اللي بيعطي نتيجة معظم الأوقات تكون كتير جيدة ومقنعة عند المرضى اللي بيعانوا من هالمشاكل. الفوليكولر يونت اكستراكشن او ما يسمى بالعربيه زراعه الشعر من دون جراحه هي وسيله حديثه نسبيا، من خلالها بتتاخذ كل شعره بشعرتها من فروه الراس قبل ما ترجع تنزرع.
وهيدا اللي بيتضرب شوي مع العملية الأخرى اللي بتنقص الجلدة وبترجع بتتقطب تيتاخد الشعر. للمريض ما بيتعذب من بعدها بالوجع اللي بيكون بالعملية التقليدية. هالشي ما بيعني أنه الفوليكولر يونت اكستراكشن نتيجتها أحسن أو أسوأ من العملية الأخرى. هني وسيلتين مختلفين، المريض فيه يستفيد من الاثنين حسب كل واحد شو العملية اللي بحاجة لها. عمليات زرع الشعر بتتم عادة كلها تحت إشراف فريق طبي معتمد من قبل شركة ميديكامات مثل دكتور فريدريك مونيو مثلا، وهو جراح فرنسي مختص بزراعة الشعر وبيقوم بتعليم وتدريب هالتقنية بالعالم كله للأطباء اللي حابين يفوتوا بهالمجال. لايبوساكشن هي طريقة لشفط الدهون إن كان بالطريقة التقليدية أو بطريقة الليزر لحتى نزيل الشوايب الموجودة عند المرأة أو عند الرجال، مش لحتى نضعفها أبداً. الادفانتج تبع اللايبو ليزر بالسيستم جي بي اس انه فيها سيكيورتي وفينا نحن نشد جلد المريضه ونجنبها عمليه شد. المريضه اللي بتعمل عمليه شفط على الليزر عاده بكون الكونفاليسانس تبعيتها يعني بعد العمليه بكون كتير سريعه، اسرع بكتير من عمليه الشفط العادي. الجمال والمظهر الخارجي هو احد الاهتمامات الاولى عند المراه ومؤخرا عند الرجال. كوني بيوتي كونسلتنت ببلالور رح كون موجودة تأشرح كيفية العناية والاهتمام بالبشرة وبالجسم. بلالور بتقدم عدد كبير من الخدمات منهم الفيشل، التاتو، الميك اب، سليمينج، المساج، ليزر هير ريموفل بأحدث التقنيات وبالإضافة لعلاجات تانية. عنا عدة طرق إن كان بالماشينز أو بالمساج اليدوي بيساعدوا على تنحت الجسم وشد البشرة والعضلات. بيتراوح عدد الجلسات حسب وضع كل شخص ونظامه الغذائي. لإزالة الشعر عنا عدد من الماشينز وأهمها دايد ليزر بين فري بلا وجع، واللي بميزها أنه ممكن نستعملها للبشرة السمراء حتى بفترة الصيف. بنصح السيدات بالميك اب الناعم يلي بيعتمد على تصحيح الشوائب وبرز تكوين الوجه الحلوه المعروف بال 3D ميك اب يلي كتير من المشاهير بيعتمدوه. بحب الميك اب ناتشورال، ما بحب ماني كثير صحبه مع الميك اب القوي، فبرتاح كثير بين ايدين ايفا. بتعرف بلا ما اقلها كيف تبرز لي الاشياء الحلوه بوجهي بلا ما يكون الميك اب كثير وقح اذا بدها كثير قوي. بقى بلالور هي خلص بيت الثاني، صارت مثل ما قلت لك المحل بحس حالي فيه سيف، بعرف انه انا بايدين امينه بايدين ايفا صغيب.
والمميز عنا ببلالور إنه منقدر نصلح ونرسم حاجب بالتاتو ونزرع شعر طبيعي بدون جراحة. الشيء اللي لقيته عند إيفا صغير ببلالور فكرة إنه بيوتي دكتور بحسسك إنه كمان أنت وقت بدك تهتم بجمالك وتبرز القصص الحلوة اللي بوجهك فيك تحافظ على اللوك الطبيعي اللي هو أقرب للناتشرال. بلالور بيوتي دكتورز موجود بلبنان بمنطقة جلال الدين بالمتن، وقريباً رح يفتح بأبريل 2014 فرع في الكويت وفرع في الدمام بالمملكة العربية السعودية وفروع أخرى لاحقاً. وبحب ضيف انه بلالور موجود عبر موقعنا الالكتروني www.belallure.me.